قال الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هنا ثقافة الاعتدال ظاهرة في ثنايا الآية. جبل بنو آدم على الشهوة وهي غالبة لا محالة في أغلب أحوالها، وجاء الشرع بالطرائق التي يبتعد فيها الإنسان عن الشهوة، وقال ربنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأمر الله المؤمنات بالحجاب، وأمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض البصر. وقلما تسلم الأمة في أي عصر من عصورها من أقوام يدعون إلى اتباع الشهوات. وقد بيّن الله عز وجل في كتابه أن هذا ميل عن دينه، قال الله: ويريدون الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلا كرامة أبدا لمن يدعو الأمة إلى أن تتبع الشهوات، وإلى أن تغرق في الوحل، وإلى أن يكون منها ما يدنيها عياذا بالله من سخط الله جل وعلا وغضبه. كذلك ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل أمرنا بغض البصر وحفظ الفروج، لكن ذلك كله لما بينه الله عز وجل جعل طرائق للوصول إليه، طرائق شرعية، وجعل طرائق مسكوت عنها، فما سكت الله عنه لا ينبغي لأحد أن ينقب عنه، وما أمر الله عز وجل به يجب امتثاله، وما نهى الله جل وعلا عنه يجب على المؤمن أن يجتنبه بكل ما يقدر، وأن لا يعرض حرماته وأهله وسائر محارمه لما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.